وكل عام وحضراتكم بخير. أيام العيد بيكون عندنا حلويات الخروف. حلويات الخروف يعني كبد، كلاوي، الحاجات الجميلة الحلوة اللي الواحد بيستنى من العيد للعيد علشان يستمتع بيها. عندنا بقى اللسان بتاع الخروف ده، أو لسان الكندوز، أو لسان العجل، أيا كان. تعالوا مع بعض نشوف إزاي نعمل مع بعض كلاوي مع الرز، رز بالكلاوي والمكسرات على طريقة الخاصة اللي هتعجب حضراتكم. أنا بحب المكسرات وكل حاجة، بس لما أكون باكل رز وكلاوي ولاقي حباية الفول السوداني ولا حباية اللوز لسه بصحتها وعافيتها هتكسر لي أسناني. فنشوف نعمل مع بعض إزاي رز بالكلاوي والمكسرات. لشوية رز بالكلاوي مش حدش هياكلهم يعني غير من إيدك أنت وبس للأمانة، لأن أنا بحب الكلاوي. هتقولي إيه الفرق بين الكبد والكلاوي؟ لا، في فرق كبير. الكلاوي عاملة فص كده لطيف، هي كتل دموية بس غير الكبدة. الكبدة بتستوي بسرعة، الكلاوي بتاخد وقت كتير في السوى. الكلاوي فرصة ان احنا نمسكها ونقطعها مكعبات. شفت الكلاوي دي كده؟ بص عليها، بص على الكلاوي، الله جاي. بصي اهي لسه مدبوحة بدمها، لسه سخنة اهي زي الفل. لان احنا طبعا في ناس بتذبح تاني يوم وتالت يوم وبتذبح قبل العيد بيوم، الكلاوي جاهزة اهي زي الفل. تعالوا نقطعها مع بعض فصوص، بس على ما نقطعها فصوص نحضر لها الايه؟ الكوشة بتاعتها. طاسة على النار، الطاسة دي فيها ايه يا عم الشيف؟ معلقتين من الزيت. حلو؟ لأن عايز أعمل شوية كلاوي حكاية. أهو. وهنحط مع الزيت ده معلقة سمنة صغيرة. ومعايا البصل الأحمر الحلو الجميل ده كده. أهو. الله بس. معايا يا عم الشيف عود قرفة. الله. في قلب الزيت ده كده. وفص مستكة. أهو. وفصين من القرنفل. وعود رزماري حلو زي الفل. تاني الزيت، هو ده هو ده. معانا بصلايه حلوه، تمام. اللهم صل على النبي. هنعمل ايه يا عم الشيف بقى؟ بعد كده هنمسك الكلاوي دي نقطعها فص فص. انا احب الفصوص كده تبان شخصيتها. والبصلايه بتتحمر كده زي الفل، تتكرمل. بصلايه تتكرمل اهي، اديها وقتها لان البصلايه دي هتطلع جمال الكلاوي وحلاوه الكلاوي. اهو. غير الكبده بقى، الكبده بتحب تومه ناعمه، معلقه خل، شويه كمون، ارض فلفل حار، وكلها مع بعض. والمقادير على الشاشه. كيلو وياية حلوه كده، معانا بصل، معانا توم، معانا شويه مكسرات من الزبيب والفول السوداني واللوز، معانا زبده، معانا البهارات بتاعتنا، والرز المصري بتاعنا الجميل. حلو الكلام. البصله دي اخدها كده حلوه عجباني، حطها هنا. البصل الاحمر ده انا بحبه على فكره، بيبقى شكله حلو في قلب الاكله، وبيديني فليفر حلو، ولون الشوربه بتاعته بيدي الحمار. يا سلام لو شلت بس القشره بس كده وخدت حمار البصلايه ده كده زي ما انا شغال كده. حلو. تسيبهم كده على النار. ما تحطش التوم دلوقتي، لان لو حطيت التوم دلوقتي هيتحرق، بوظك الدنيا دي كلها. ناخد الكلاوي دي يا عم الشيف، نعمل فيها بقى سكينة حامية، خلي بالك عشان ما نهريش الكلوة. فين المسن؟ المسن ده بنشوفه مع الدبيح. ولازم بقى طبعا عندك الأسياخ، عايزة تشوي فالأسياخ مركونة عندك بتاعة الشوي، يا ريت تطلعيها بقى وتمسحيها كده بشوية زيت وتلمعها كويس. ده يفضل طبعا تتغسل بالصابون، ما تطلعهاش وتشك فيها اللحمه على طول، لازم تحضريها للمشوي. شفت الكيلو؟ انا بقطع الفصوص دي كده اهو بالشكل ده كده فص فص. ممكن نقطع الفص برضو يعني، بس انا حابب الكلاوي تبقى الكل فص بفصه كده. اللي نقطعه نحطه مع البصله. الله. شوف الطريقة اللي أنا هشتغل بيها دلوقتي، رز بالكلاوي، مفيش كبد. والله عندي الكبد أهلاً وسهلاً، بس الكبدة أنا أكلناها إمبارح للأمانة فطرنا بيها. أدي كلاوي. الله. الفص الكبير ممكن تقطعيه على نصين عشان يبقى مناب. حلو. ناخد دول كده مع بعض، يلا 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 كلاوي. الله. ونقلب. ايه الحلاوه دي؟ ايه الجمال ده؟ والله برب بركه بركه، اكله امي دي بركه. شفت الكلاوه قد ايه؟ ملت الحله زي ما هي كده.
كل اللي هنعملها نحط شويه بهارات عليها ونسيب الكلاوي دي تستوي. شوف بس ده الشيف هيعمل ايه في شويه الايه الكلاوي دول. فلفل اسود طبعا ده اساسي، فلفل اسود ومجروش كمان عشان يدي فليفر وطعم حلو قوي. تمام، هناخد الملح بتاعنا. حلو، والله ممكن نحط شويه بابريكا للامانه كده، وشويه كزبره ناشفه، مش كمون، كزبره ناشفه كده. حلو، ونقلب كل ده مع بعض يا عم الشيف. الله، تبدا الكلاوي تشرب الايه البهارات الجميله والطعم زي ما انا شغال كده. نوسع كده، شوف بقى التركايه دي، بقى التركايه دي ما تقوليش لحد، ها للجيران بس حبايبي. قول لهم انا كنت بفتح التلفزيون النهارده على القناه الاولى وشفت الشيف المغازي عمل تركايه جامده قوي. ده مكعب زبده يا امي، اسيبه هنا كده. الله، واهدى عليه شويه. اخبار الشوربه دي ايه؟ شوربه توصي بيها، حلوه قوي. خدها جنب الحله كده، سخنه سخنه. الزبده اخبار ايه؟ الزبده اهي، شوف شوف هيعمل فيها ايه الزبده دي. زي ما هي كده الزبده. اللهم صل على النبي. واحط فص توم عليها على الزبده. شوف التوم الحلوين كده، الكلاوه عندي جاهزه. نقلب كده ونسيبها شويه مع الزبده. انا عايز الزبده، التومه تشرب الزبده وحمار الزبده. الشوربه دي انا اخدها زي ما هي كده، ونسيب الكلاوي دي تستوي لغايه لما الشوربه دي تنشف. ما تستعجلش عليها، تنشف والكلاوي تتحمر مكان النشوفيه اهي. ده مهم جدا على فكره عشان تاخدي كلاوي زي الفل. سيبهم على النار كده زي ما انا شغال. واغطي الحله واسيبها خالص. دي خطوه اولى، نقول احنا عملنا ايه. مشاكلنا مع الكلاوي ما بتستويش يا شيف، مشاكلنا مع الكلاوي غير الكبده، بنيجي ناكلها بنلاقيها لسه فيها المضغه اللي هي مش مستويه، بما فيها حته دهنه نتيجه ان هي تتماسك في بعضيها. الشيف عمل ايه؟ جاب الطاسه حط فيها البصل، حط فيها عود روزماري حلو وعود قرفه، وظبطت البصلايه بالطعم. خدت الفصوص بتاعت الكلاوي قطعتها وحطيتها على البصله وقلبت. استنيت لما الكلاوي خدت لون، نزلت معلقه زبده وشويه توم. ليه زبده مع توم؟ التومه لما تتحمر في الزبده هتتحمر بسرعه، فانا عايز الطعم بتاع التومه يبقى في قلب الزبده. حلو الكلام. وبعدين حطيت شويه شوربه من شوربه اللسان على على الكلاوي واسيبهم على النار واغطيها وانساها شويه. حلو الكلام. الرز عندنا جاهز، لنا موقف معاه. تعالوا نشوف الكلاوي اخبارها ايه. بص على الكلاوي، بص على الكلاوي. ايه الحلاوه دي؟ ايه الجمال ده؟ كلاوي. هنعمل ايه يا عم الشيف بقى دلوقتي حالا؟ واحده واحده مع بعض كده. هناخد الكلاوي دي، ناخد الكلاوي دي، ناخدها على فين؟ نجري بيها؟ لا لسه. هنصفي الكلاوي دي من قلب الايه الحاجات الحلوه دي كده. سيب البهريز ده عايزينه. دي الكلاوي. تطلع بالبصل بالروزماري. دي الكلاوي. هنعمل قالب كلاوي دلوقتي، حكايه لوحه فنيه. اصبري عليا بس كده، والريموت كنترول اللي في ايدك ده الدنيا عيد. خديه بعديه في اي حته خالص دلوقتي. مكان تحمير الكلاوي. هلا الرز بتاعنا، انزل يا عم الرز. شفت الحلاوه؟ هو ده. اللهم صل على النبي. ونقلب. لا شويه رز حكايه بس. طبعا انت عرفت بقى ايه بقيه الحدوته. شفت الرز؟ بقيه الحدوته على ايدي اليمين على بعد 2 سم. في لوكيشن لشوربه جامده جدا. هتخش دلوقتي على الرز ده. هو ده. شفت شوت الرز؟ الله اكبر. ده المطبخ بدعه، شفت حاجه سهله كده ونقعد في المطبخ غلبه كتير ليه؟ شوت الرز خلاص دورتهم، مكان تحمير الكلاوي زي الفل. الشوربه فين يا عم الشيف؟ الله، وخلص كمان الرز. لسه ما خلصناش. عيني حاضر. نسيب الرز ده كده بقى يعيش مع الشوربه. نبقى نشوف احنا عملنا ايه في السيجمنت الاولاني كده، في الجزء الاول
الفريك على النار بيشرب شوربة لسان. عندنا اللسان بتاعنا مستوى، هنعرفه على الفريك دلوقتي. شوية الكلاوي بقى لهم قصة تانية ولهم حكاية. أنا عايز أعمل لوحة فنية من الكلاوي مع الرز مع المكسرات. شوية الرز شربوا شوربة اللسان. طبعا شوربة اللسان دي تعملي عليها ملوخية، تعملي عليها شوربة زي ما أنت عايزة. شوية الرز تمام زي الفل. هنعمل إيه بقى؟ حلو أوي. الرز بدأ تشرب ميته، كل اللي أنا هعمله هنزل بالكلاوي على وش الرز. الله، إيه الحلاوة دي يا عم الشيف؟ زي ما هو، زي ما أنا شغال كده. عايزك تعملي نفس اللي بعمله ده كده. الرز ميته تنشف، قلبتيه مره اتنين تلاته اهو. وننزل بيه يا عم الشيف كده. لسه ما خلصتش. عندي شويه زبيب. انزله هنا. بجد يا شيف؟ يعني مش هتحمر الزبيب كده في سمنه وزي ما شوف امي بتعمل؟ لا 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 لا. حماتك عندك الست عايزه تاكل. وارد يعني، ايه كلنا لما بنيجي عند سن معين السنان. حط المكسرات كده شغل البرياني، وسيب الفول السوداني ده يبقى طاري وني مع الزبيب. واللوز يا مزاج اللوز. وهنغطي الحله دي كده وعلى نار هاديه، انسيها بقى شويه. خدها من قدامي عشان مش كل شويه، دي ما تتقلبش من فضلك، دي ما تتقلب زي ما هي كده، عشان موضوع الغرف فيه فن شويه، لوحه فنيه. هنعمل ايه؟ هنشرح نظري بس عشان نشوقكم. اللي وراه مشوار يعني يرجع لنا تاني. الزبيب مع المكسرات مع فصوص الكلاوي هنحطها على جنب، وناخد الرز بتاعنا ونغرفه، ونبدا نحط الزبيب مع المكسرات مع الكلاوي تحت في ارضيه القالب، ونغرف القالب ده ونتفرج عليه دلوقتي ونشوف ازاي نقدمه مع صحن بطيخ مع عصير زي ما احنا حابين. دي الحله، وناخدها على نار هاديه. تعالوا مع بعض نشوف ايه حكايه الرز. العب هو ده اخبار الرز بتاعنا. لقيته نشفت باللي فيه بكله. طلعوني فاصل ولا نكمل يا شباب؟ زي ما انتوا حابين. هناخد بعدين نطلع فاصل صغير ونرجع بعد الفاصل نشوف اللوحه الفنيه مع الزبيب مع اللوز مع الفول السوداني مع شويه رز بالخلطه واخدين طعم القرفه مع فصوص الكلاوي. ايه الجمال ده؟ ايه الجمال ده؟ للوحه فنيه برز بالكلاوي في شويه مكسرات. وقلنا مع بعض في طريقه جديده لعمل المكسرات، اذا كان فول سوداني، اذا كان لوز، عين جمل، بندق، ربنا يزيدك يا حاجه. ده كله يتحط على وش الرز عشان البخار يبقى طري، يقوم كبار السن ياكلوا منه، والاطفال كمان ياكلوا منه، وجوزك كمان ياكل منه. تعالوا مع بعض نرسم لوحه فنيه من الرز بتاعنا. هنجيب القالب ده كده. القالب ده بنعمل فيه حلويات، كريم كراميل، كيكه، تورتايه، زي ما انت، ده بتتباع في اي محل، في منه المدور وفي منه الشكل المستطيل. حلو الكلام؟ حلو. هنعمل اول حاجه ناخد شويه المكسرات مع الكلاوي. شفت انا بشتغل ازاي اهو؟ دي مكسرات مع الكلاوي في الارضيه كده يعني. الجو ده حلو على فكره. شفت اهو اللي انا بعمله ده؟ حضرتك ممكن تعمليه في البيت عادي خالص. والم المكسرات كده اهو. اخد الروزماري ده خلاص مش عايزه. شويه الزبيب، انا بعشق الزبيب اللي مع الرز. الشغل بتاع البرياني والمندي. واحط كده الكلاوي في ارضيه الفرن. طيب عايز برزنتيشن انا عشان هنقلب انا ده كده. قرن فلفل زي ده كده. حلو. قرن فلفل ده كده بما ان فيها كلاوي. مخرجنا بيحب الصورة الحلوة، ده الطبيعي. موريش حاجة، عايزين نعمل سفرة لأن إحنا في العيد بنعيد على بعضينا، وفجأة بنلاقي الباب بيخبط. إحنا فينا عادات الحمد لله العيد تلات أيام، تلاقي الباب بيخبط. إيه مين؟ مامي بتسلم عليكوا بعت اللحمة دي. مين؟ بابي بيسلم عليكوا بعت اللحمة دي. يا رب يدوم هالأيام الحلوة دي يا رب. كلنا بناكل لحمة، وكلنا هنلاقي لحمة عندنا تكفينا يوم واتنين وتلاتة وأربعة. ولكن نصيحتي بلاش تخزين اللحمه بكميات. اللي هتخزنيها خلي اجبري خاطر حد بيها، وان شاء الله ربنا هيرزقنا بغيرها تاني، خلي بالك. حلو الكلام؟ كل القصه هاخد الفلفل ده كده. حلو. ونعمل ايه يا عم الشيف؟ نحط دي هنا كده عشان ده لما نقلبه هنشوف لوحه فنيه. نحب احنا الاشكال دي كده. وناخد الرز بتاعنا
المستوي نشيله كده هنا. الله، شويه رز حكايه. هو ده هو ده، سقطه كده هنا ونوزع كده. ممكن تعملي حاجه حلوه، تحط الكلاوي في قلب الرز برضه. كل ده نعم. لا في الفرن انا امان والله، امان. انت ابن حلال والله، لسه بدري. ده انا هوريك دلوقتي شويه لسان عصفور حكايه، قصدي لسان مع فريك. بص على الحلاوه اللي عليك. حاضر، انا هطلعه، هو يستاهل ان هو يطلع للامانه. انا عارف انك انت عايز تشوف الصوره الحلوه. حاضر، ده مكانه هنا، مكانه هنا. مخرجنا فكرني بالقوه تقريبا بيحب اللسان. ايه ده؟ ايه الحلاوه دي؟ ايه الجمال ده؟ بص على الحلاوه بالله عليك. ايه الحلاوه دي؟ يلا، لوحه فنيه، لوحه لسان. مد ايدك كده وسمي بسم الله. حلو. احنا هنعمل شويه ملوخيه دلوقتي جامدين. ده الرز، الكلاوي برضو، سفره مختلفه. يعني يمكن احنا عملنا الطبق ده قبل كده، كل مره هنعمله بشكل مختلف وبطعم مختلف، عشان لما بقول تفاصيل صغيره ولكن بطعم كبير وشكل جديد. تعال نقلبه مع بعض. بسم الله الرحمن الرحيم، زي ما احنا شغالين كده في قلب الصينيه. بسم الله الرحمن الرحيم. ده هو ده، شيل ده كده. اللهم صل على النبي. استاهل اتصور جنبه؟ رز بالكبد والكلاوي. الف انا وشيف. اعملي لاولادك كده السفره الحلوه دي كده، مش مكلفه ولا حاجه. الجو ده حلو. انا شخصيا ببقى اقعد اتفرج على القناه الاولى واجيب الزبيب ده ازقزه زي المكسرات كده. وده عنب في الاخر. حلو. وخلص الرز بتاعنا.